عايزين نقول شعور حضرتك النهارده وانت جاي بتشارك العسكريين بتدشين اول نقابه ليهم، حضرتك رد فعلك ايه او مشاعرك ايه تجاه؟ مشاعري ان انا سعيد وفرحان جدا جدا بتدشين المحاربين القدماء، الرجاله الجدعان بتوع مصر، الرجاله الحقيقيين، الرجاله غير المزيفين، لان انا قبل ما أكون فنان أنا منتمي للجيش المصري، لأن أنا كنت جندي في 73، جندت في 73 وعدت سنتين في الجيش المصري كجندي 73 و74، فأنا عارف ما هي قيمة الجندي المصري واللي اتقال عليه خيره أجناد الأرض، لأن دول الرجالة الحقيقيين، الرجالة اللي بيضحوا بنفسهم، بيضحوا بحياتهم عشان تراب هذا البلد، عشان بيحبوا البلد حب حقيقي، مفيش مزايدة، مفيش مصالح، مفيش بيضحي بروحه، لأن زي ما قلت قبل كده شايل روحه على كفه ومن أجل مصر، مش من أجل أن يأكل حتة مضطرطة أو من أجل أن يترشح في مجلس الشعب أو من أجل أن يأخذ منصب، زي ما كتير عارفين اللي بيرطرطوا كتير في الفضائيات وبيعملوا وطنيين وعايزين يتسلقوا اللحظة، لكن الرجالة الجدعان الحقيقيين اللي منتمين للجيش المصري دول الرجالة الحقيقيين. فاللي بيزايد على الجيش او بيقول حكم العسكر او الكلام ده، طبعا ده طابور خامس ملناش دعوه بيه، ويعرفوا كويس قوي ان الشعب المصري ذكي وفطن وهيعرف كويس قوي الجيد من الرذيل، الحلال بين والحرام بين، والشعب المصري زي ما قلت بيفقس كل حاجه، هو بيصبر لكن بيبقى عارف من الكويس ومن الوحش. حضرتك شايف النقابة دي هتقدم للعسكريين خدمات تقدر ان هي تشغلهم مثلا طالما طلع على المعاش او ان هو تقاعد، لان هو ملوش نقابة زي مثلا الممثلين او الفنانين او الصحفيين ملهمش نقابة، حضرتك تفتكر النقابة دي سوف تساعدهم على المستوى القريب او على المستقبل القريب؟ اكيد اكيد، هو في حد ذاته انا سعيد ليه باللحظة دي وهي تدشين النقابة او بدايتها النهاردة، لان النقابة دورها زي ما نقابة الفنانين عندنا انها بتحمي الفنان، بتعالج الفنان، بتقف جنب الفنان في كل مشاكله، فالنقابة دورها انها حماية اعضائها اللي منتمين ليها، فاما هتتوجد نقابة دي في حد ذاتها خطوة كويسة جدا، واعتقد ان النقابة دي هتبقى لصالح هؤلاء الناس اللي هضم حقهم بقالهم سنين طويلة وما تحسش بقيمة ما فعلوا لمصر، لأن دول الرجالة الحقيقيين زي ما قلت. حضرتك يا فندم، بما أن حضرتك مواطن مصري طبيعي جدا سياسي برضه في نفس الوقت، حضرتك شايف من الذي يصلح لرئاسة جمهورية مصر العربية في المرحلة القادمة؟ بلا أي مزايدة عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي أنا مؤمن به إيمان مطلق كرجل وطني صادق يحب بلده يحترم شعبه. الموقف اللي عمله عبد الفتاح السيسي في إزاحة هذه الغمة اللي كانت على مصر برئاسة محمد مرسي والمعاناة الفظيعة اللي احنا عانيناها في السنة واللي اتباع فيها 3/4 البلد كده وكأنها عزبة بيبيعوا فيها حتى من حلايب وشلاتين وسد النهضة وقناة وسينا كان مشكلة الكهرباء ومشكلة البترول وغيره وكل الشعب عارف وعانى وعارف. اللحظة اللي عملها عبد الفتاح السيسي لإحساسه كمصري وطني شريف وخوفه على البلد، اللحظة دي لحظة تاريخية احنا بنتكلم عنها دلوقتي وعارفين قيمتها، لكن ده هيتكلم عنها التاريخ، زي ما دلوقتي بنتكلم على 73 كحرب ونصر عظيم للجيش المصري، هيتكلم عنها التاريخ هذه اللحظة، لأن هو خلى العالم كله يلف حواليه، خلى أوباما نفسه يلف حواليه، لأن كان في مخطط أمريكي صهيوني لتفتيت الشرق الأوسط وقدروا على العراق وفتتوها، ودي سوريا وما حدث فيها، وكان فاضل الجائزة الكبرى مصر عشان تتفتت أخرى وعشان إسرائيل ترتاح وعشان أمريكا ترتاح بمخطط صهيوني أمريكي. هو لما تنبه لده وانتفض
ونادى الشعب علشان يأمره انه يقف جنبه. دي كان موقف عظيم جدا.